عندما يكون لك حارسا يصد لك ضربة جزاء في وقت مهم وحساس، خاصة وأنك متقدم في النتيجة وتبحث عن النقاط الثلاث، فبإمكانك لعب ورقة الصعود. ضربة جزاء مش هنقول لك، أنا يا حارس هذه هي، كان عندي شوية حظ شوية خبرة وماشي وحدي، أنا يا الفارق كامل، إحنا مجموعة اليوم درنا اليد في اليد إن شاء الله وجبنا 3 نقاط يخلونا إن شاء الله نكملوا البطولة إن شاء الله في راحة إن شاء الله. المباراة وإن غاب عنها الجمهور في المدرجات بداعي العقوبة، فإنه كان حاضرا فوق سطوح المنازل. الشوط الأول كان للنسيان ما عدا فرصتين حقيقيتين، الأولى لأمل بوسعادة في الدقيقة الثالثة التي كاد إبراهيمي أن يفتتح باب التسجيل لولا براعة غانم، والثانية كانت لاتحاد بالعباس الحارس مزيان يفوت الفرصة على أزنج. لنشهد كل شيء في المرحلة الثانية، السيناريو مغاير تماما. وبعدما كان أبناء غيموز مسيطرين على اللقاء، يأتي العكس من أبناء يلز في الدقيقة 60. بنوة وبعمل فردي رائع يقدم كرة على طبق في ظهر الدفاع، تجد بلاغ هذا الأخير لم يتوالى في وضعها في الشباك، فاتحا باب التسجيل لاتحاد بالعباس. ضغط بوسعادة تكلل بضربة جزاء في الدقيقة 65 احتسبها الحكم إبراهيمي بعد عرقلة بالغربي داخل منطقة الجزاء، يتولى تنفيذها كاب الذي يفوت فرصة تعديل النتيجة بعدما أبرع الحارس غانم في إبعاد الكرة وعلى مرتين، ليعود اتحاد بالعباس بالزاد كاملا من بوسعادة، فيما تتعاقد أمور أبناء غيموز المطالبين بالانتفاضة في الجولات القادمة إن أرادوا البقاء. إذن